في هذا الفيديو راح نعيش لمدة 100 يوم في ماينكرافت هاردكور كمتحول. كل ما اقتل موب راح اقدر اني اتحول لو اخذ قدراته، وهدفي اني اقتل كل المنبات اللي موجودة ومن ضمنهم كل البوسات اللي في اللعبة. ولكن راح نبدأ هذه 100 يوم باننا نقتل هذه النحلة. احا يا عمي صرت نحلة اقدر اطير، ليتس جو. جنب هذه النحلة كانت موجودة هذه القرية اللي قدرت اني الوتها واجيب لك كم من شيء مفيد منها، ولكن بعدها لاحظت شيء. احا يا عمي قاعد اعطش. يب، زي ما شفتون في هذا الفيديو في بار زيادة للعطش، وهذا يعني اني لازم انتبه للأكل والشرب طول هذه 100 يوم اللي راح اعيشها. واكيد اذا اي واحد من هذول الاثنين كان ناقص ما راح اقدر اهيل، فلهذا السبب سويت لغراش ماي ومليتهم. اوكي جيب كلاس وليتس جو. الزبدة، نمت هذه الليلة في بيت واحد من القرويين. اوكي صباح الخير، يا له من يوم جميل مناسب عشان اني اروح لكهف. قبل ما اروح لكهف قتلت الايرون جولم عشان اقدر اتحول له في الكهف. طبعا الايرون جولم ما ياخذ فول دمج وضربته مره قويه، فراح يكون مره مفيد لي في الكهف. كفو، في ايرون هنا. بدأت باني اجمع اورات في هذا الكهف، ولقيت شست فيه اثنين دايموند وواحد فيه جولدن ابل مطوره اللي راح تنقذ حياتي بعدين. سويت لي فول ارمر ايرون وبعدها اكتشفت شيء مره مفيد. وات يا عمي، لما اكون زومبي الزومبيز الثانيين ما يهاجموني. وات يا عمي، لسكو والله اني اكون زومبي شي مره اسطوري. بس المهم طلعت من هذا الكهف في اليوم الخامس، وفي اليوم اللي بعده قررت اخيرا اني اترك المكان اللي انا فيه وابدا استكشف العالم بحثا عن مبات جديده. ولما ابتعدت عن السبون ب 13000 بلوكا لاحظت شيء غير مألوف. وات ذا وات، ايش هذا المكان؟ الو، هذه مزرعة يا عم. وات، مين ذا؟ هذا يشوفني؟ تعال تعال، بس 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 تعال. يا عمي ايه، انا مو نحلة. واه، انا انسان. شوف ها دقيقة كيف تحولت لنحلة. ابعد يا عمي، معي شكل، روح انكلعه. ذا فاك، هذا ما يدري. انكلعه. اوكي مين انت، ايش بدك؟ انا هنا جاي استكشف وكذا، يعني ابغي اني استكشف العالم يعني. اوكي استكشف العالم، بس استنى شوي. نشم. اوكي لا بتاكد اذا انت جود بوي ولا باد جاي. هذا الشخص غريب الاطوار كان محيرني في البدايه. اول شيء غريب لاحظته هو انه ما يدري عن قدره التحول في هذا العالم، وكان مستغرب لما شافني تحولت لنحله. ثاني شيء غريب لاحظته هو ايش سبب وجود هذه المزرعه في مكان زي كذا، مزرعه لحالها ما في جنبها بيوت ولا قرى، يعني مكان غريب الصراحه. ولكن توني الحين عرفت هذا الشخص او هذا المزارع، فما يمديني اني احكم عليه من الحين يعني. ولهذا السبب طلبت منه انه يعرفني عن المكان. عندك هانا يا سيد العزيز، هانا بزرع بكر زي ما انت شايف، هذا موسم الحصاد فكثار شوي البكر. وهانا بنزرع اي استنى فيها. وعندك هانا مزرعة الغنم نفس الاشي. وعندك هانا ايش هذا؟ وعندك هانا مخزني للاشياء النادرة. حلو، عندك هانا التبن مطعم تبن طعميه الاحسن تبن. عندك هذا حصان وهذا حصان وهذا حصان بس مش عنده حقوق، وهذا حصان وهذا كمان حصان. وعندك هان بغل، تعرف البغل؟ ياب بيشبه الحصان بس مش حصان، فاهم يعني. وعندك هان اهم جزئيه، هذا حصان بس حصان المفضل. اوه عشان ابيض. ياب ياب ابيض، وشوف شوف بيمشي لما اركب عليه. ووصلنا لاكثر اشي نادر، تعال شوف. وات اوكي ياب، هو حصان بس تفرد فش عنده مش عنده بيت. يا عمي ذا مره نادر. ياب ياب ياب، كيف جبته؟ هذا الشخص عنده كثير اشياء انا اقدر احقق هدفي فيها. اول شيء عنده كثير احصنه، وعنده الميول اللي يعتبر شوي نادر، ولكن بعد عنده هذا الحصان العظمي اللي يعتبر مره نادر، وهو الحين حرفيا قدامي واقدر اقتله بضربتين بس. فانا هنا تقدرون تقولون ان جتني افكار، وافكار مو سلميه ابدا. ولكن قبل ما اقرر اني اسوي اي شيء قررت اني اتعرف على المزارع زيادة، ما ادري يمكن اقدر استفيد منه او شيء. طيب انت ايش هدفك في الحياة الحين بعد ما سويت كل هذه المزرعة العملاقة؟ اوكي لما بنيت هاي المزرعة يا سيد العزيز كان في عندي هدف، اوكي، وهو اني اجمع جميع الحيوانات واحطهم بهذه المزرعة المشؤومة. فظل علي حيوان ما عرفت الاكيه اللي هو تاء زومبي بس حصان، هيك مدبوجين ببعض مش عارف كيف. زومبي؟ ياب ياب، بيشبه هذا السكيلتون بس زومبي. طيب وايش اللي يمنعك انك تجيبه يعني؟ يا عمي هذا أقدر اشي في الحياة، كيف بدك اياه لك يا عمي؟ هذا السكيلتون كسرت ايدي وانا ادور عليه.
يا عمي هذا عندي اياه. طيب ها عندي في منطقتي واحد كذا. كذاب يا عمي. عندي تبي اجيبه لك؟ هو عندك جد؟ يب عندي اياه. انا حرفيا ما ادري كيف اجيب هذا الحصان وما عندي اياه اصلا، ولكن هذا اللي قلته الحين كان جزء من خطه. طيب بجيبه لك ولكن بمقابل. ايش هو المقابل تبعك؟ اسمع، انا هدفي اللي ابغى اسويه هو اني اقتل كل الحيوانات اللي موجودة في هذا العالم، وفي منهم مخلوقات مرة قوية زي مثلا الويذر بوس، فاذا بتساعدني اني اقتل الويذر بوس راح اجيب لك الحصان اللي تبيه. اوكي تم. تم؟ متأكد؟ يب. اوكي بما انك موافق ف راح اروح اجيب الاشياء اللي احتاجها عشان اسوي الوذر، وبعدها بنروح نقتل الوذر. طيب انت وعدتني انك راح تجيب الحصان، وينه؟ اول ما اقتل الوذر بوس على طول بجيبه لك، لا تخاف. اتفقت مع هذا المزارع على انه بيساعدني في قتل الوذر بوس، وبالمقابل انا اجيب له الحصان اللي يبيه، ولكن اكيد مو هذا الشيء اللي بيصير. انا هدفي من كل هذا اللي قاعد اسويه هو اني اقتل كل الحيوانات اللي عنده، مو لاني اكرهها، ولكن عشان عنده اشياء احتاجها وصعب اني الاقيها لو بحثت عنها. خطتي حاليا اني اخلي المزارع ذا يساعد في قتل الوذر، ولما يجي وقت تسليم الحصان حقه انا اقدر فيه واقتل كل الحيوانات اللي عنده. يمكن تحسوني شرير شوي بسبب الشي اللي بسويه، ولكن الصراحه ما اهتمش بيصير لهذا المزارع. ولكن المهم الحين جاء الوقت عشان نودع في المزارع ذا حاليا. طيب يا سيد مزارع، زي ما قلت لك راح اروح اجيب الاشياء اللي احتاجها وبعدين راح ارجع عشان تساعدني. اوكي اوكي اوكي. قبل ما تروح بدوريك اشي مميز كثير. تادا، شو رايك؟ تعالي اللويا. ايش ذا جنيه ذي؟ اوه يا عمي هذا الالي، عرفتها. رزبه اللويا، اللويا رزبه. نايس تو ميت يو. ايش سحبت علي؟ طيب دايم انت عندك كثير حيوانات هنا. ياب بقول لك انا هدفي اجمع كل اشي نادر في العالم. طيب المهم اتوقع ان الحين حان الوقت عشان اروح. اوكي بالتوفيق يا رزبه سان. طيب مع السلامه يا مزارع. جود باي. بعد ما طلعت من عند هذا المزارع قررت اني اروح اقتل كم من موب قبل ما اروح اجمع رؤوس الوذر. واول موب بدأت ادور عنه هو الفيليجر، لاني غبي ونسيت اقتل الفيليجر لما كنت في ذيك القرية. في فيليجرز هنا؟ اوه هلا والله بالفيليجر. في احد قاعد يشوف هنا؟ سكو يا عمي صرت فيليجر الحين. بعدها لقيت ذا السكويد. اوه كفو في سكويد هنا، هذا حيوان ما قتلته قبل. بوم الحين صرت سكويد يا عمي. ايش ذا؟ ليش اسبح كذا؟ اوه دقيقه في بعد هنا سمك، والحين اقدر اني اعيش كسمكه. وبعدها تذكرت ان في موب واحد نسيت اقتله في الكهف اللي هو البات، فنزلت في كهف على السريع وبالصدفه لقيت الديب دار. يب المكان اللي يرسبن فيه الوارد. اكيد ما راح اقتل الواردن الحين، ولكن اخذت الاحداثيات عشان لما يجي وقت قتاله. بس المهم كملت في البحث عن بات في ذا الكهف إلين ما لقيت شي غير مألوف للمرة الثانية. يلا بات سوينكم. What the f يا عمي what the fuck، هذه خريطة؟ What؟ ألو مين ذا؟ يا عمي ايش في ذا؟ ايش في ذا؟ يا عمي وقف وقف وقف، انا مسالم. انا هنا حرفيا كنت بموت لولا الجولدن ابل المطوره اللي لقيتها قبل. ولكن مين هذا الشخص وليش عصب لما لقاني عندي الخريطه؟ هذا هو الشيء اللي كنت افكر فيه خلال هذا القتال. يا عمي ما ادري مين ذا بس شكله معضل، ولما شاف عند هذه الخريطه قام يهاجمني ف وقف. اذا تقربت اكثر بفجره. اهدى خلاص، شيل الفلنت من يده. من انت وليش قاعد تطلق علي بدون سبب؟ بقول لك مين انا بس لا تسوي الغباء اللي بتسويه انت. ترى انت ما تدري ايش قاعد تسوي الحين، هذه الخريطه تعني لي مره كثير. طيب بشيلها بس لا تجي تطلق علي، ترى انا ما بسوي شيء. اوكي هيني رميت البو كويس كذا. ياب ما ادري ليش، ولكن حسيت ان هذه الخريطه مهمه لهذا الشخص، عشان كذا على طول فكرت باني اهدده باني اخربها. ولكن المهم الحين جاء الوقت عشان نشوف ايش موضوعه. ايش تبي انت؟ كيف جيت هنا وتبي تكسر خريطتي؟ ليش؟ ما ابي اكسرها، انا اول مره اشوفها ترى، ما ادري ايش سالفتك. انا قاعد احمي هذه الخريطه هنا من الوحوش اللي قاعده تجي وتاخذها. ما ادري كيف شفت نحله جايه هنا وفجاه لفيت لقيتك انت موجود.
بس ايا كان هدفك ما راح اسمح لك انك تقرب من الخريطة. يا عمي هذا بعد ما يدري، هذا هو الثاني شخص اكلمه ويكون ما يدري عن موضوع التحول في هذا العالم، فاتوقع ان انا الوحيد اللي اقدر اتحول في هذا العالم لسبب ما، او انهم اغبياء وما يعرفون كيف يتحولون. طيب اسمع، خريطتك هذه انا ما ادري ايش قصتها وما ابغى ادمرها ولا بيسوي فيها شيء. اوكي بس ليش قاعد تسوي كل هذا؟ تراها خريطة ونصها بحر بعد. اوكي راح اقول لك كل شيء. انا رسبنت في هذا العالم بهدف واحد، هدف انا شفته يستحق المغامرة ويستحق المخاطرة اللي فيه، فكرست ايام طويلة من حياتي عشان احقق هذا الهدف، واللي هو اني اسوي خريطة كاملة لكل العالم. للحين انا سويت خريطة للجزيرة الصغيرة اللي احنا فيها، لكن لسه هدفي اني اسوي خريطة للعالم كله. طيب ايش ناقصه؟ في هذا المكان فيه مزرعة مرة كبيرة خاصة بمزارع مرة غني، لكن المشكلة أنا عندي عداوة مع هذا المزارع، علاقتنا ما هي طيبة كتير، فما قاعد يسمح لي أني أجي وأصور منطقته بالجي بي إس، فقاعد أدور حل عشان أقدر أصور هذه المنطقة بدون ما ينتبه علي أو بدون ما يعرف أني قاعد أصورها. الصراحة بعد ما سمعت قصة هذا الشخص وأن عنده عداوة مع المزارع، جتني فكرة أقدر أني أستغل فيها هذا الشخص بعد، والحين راح تشوفونها. هذه هي قصتي. طيب هذا المزارع أعرف هذا المزارع. What؟ اسمع، ما أدري إذا المفروض أقول لك، ولكن أنا وعدت هذا المزارع أني راح أساعده في شيء، ولكني أبي أني أغدر فيه، يعني فهمت؟ أنا بعد رسبنت في هذا العالم بهدف أني أقتل كل المبات اللي موجودة وأتحول لهم. What؟ إيش قاعد تقول أنت؟ ثواني أنا تو صحيت من النوم، إيش اللي أقتل المبات وأتحول لهم؟ شوف شوف شوف. اسود بعد كيف؟ انتظر. يا عمي ايش في ذا؟ تعال انا الحين نفس الشخص، تعال شوف. وات؟ اسمع معليش ام سوري لاني صرخت، بس قاعده تجيني هلاوس غريبه ذي الايام لاني لي فتره ما طلعت من الكهف. لا اسمع، ما هي هلاوس، فكرت ان كل في العالم يقدرون يسوون كذا، بس الظاهر انه بس انا اللي اقدر. حتى المزارع لما كنت نحله قدامه استغرب ما ادري ليش. وات؟ كيف تحول؟ انا ما ادري الصراحه، اتوقع بس انا اللي اقدر لسبب ما، بس يعني ياب انا لما اتحول لنحله الحين نفس الشخص، يعني ما تغيرت. طيب اسمع، اقدر اني اساعدك بان اجيب لك خرائط حق هذا المكان، ولكن مقابل. ايوه ايش المقابل؟ مستعد اسوي اي شيء عشان اكمل هذا الهدف. في حيوانات الصراحه ما لي خلق اني اروح اجيبها، ف إذا رحت وجبت لهذه الحيوانات اللي أبيها أو المبار، رح أجيب لك الخريطتين اللي تبيهم، وبعدين كل واحد يقدر يروح في سبيل حاله. أنا موافق. إيش الحيوانات هذه؟ هم مبات سهلة يعني، ولكن مملين في تجميعهم. أول شيء أبيك تجيب لك كل أنواع السمك اللي موجودة، حتى الأشياء البرمائية مثلا الضفادع وكذا يعني. وفي تيرتلز مرة كيوت هنا في ذا المكان. طيب وكذا نكون اتفقنا مع هذا الشخص، هو بيجيب لي كل المبات اللي طلبتها وانا بجيب له الخريطه اللي يبيها. اوكي فنقدر الحين ان نتفرق يعني. كم تحتاج مهله عشان تجيب لي هذه الاشياء؟ شوف انا صراحه مره تعودت على اني اسافر العالم وكذا، فما حياخذ مني وقت كتير، فتقريبا 20 او 30 يوم يمديني اجيب لك كل شيء تحتاجه. اوكي فعلى اليوم 50 كذا راح نتقابل هنا مره ثانيه. اوكي طب اسمع دامك شخص جديد، قبل ما نروح نخاطر وكذا، ايش رايك تجي معايا اوريك الجزيره هذه كلها، لان فيها اماكن مره حلوه. تدري شيء؟ طيب انا موافق. الصراحه السبب الوحيد اللي خلاني اقبل هذا العرض هو عشان اكسب ثقه هذا الشخص، لان اذا كسبت ثقته الحين بعدين راح اقدر استغله اكثر واكثر الين ما اقدر استفيد منه لاقصى درجه ممكنه. هذه غابه الشوود. دام يا عمي اول مره اشوفها. There are too many. هذا اسمه الديزرت تيمبل، اللي هو تقريبا زي الاهرامات بس حق صحراء. دام يا عم تعرف اماكن كثير انت. شوف حتى في منظر رهيب هنا، وهنا في هذا المكان انا احب اني اتدرب على الكونغ فو. والله المكان اسطوري. تعال 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 نجرب نتدرب مع بعض. مديتيشن. وهذا هو غروب الشمس في افضل منطقه بالنسبه لي، دائما احب اجي هنا كل نهايه يوم. شيت ما كان مفروض اني اطول لهالدرجة مع هذا الشخص. والله اني تأخرت كثير على هذاك المزارع، بس المهم ما راح اطول اكثر. الحين لازم اروح واجيب الاشياء اللي احتاجها عشان ارسبن الوذر. في البداية لازم نجيب لنا تطويرة لوتينج 3 عشان تسهل عملية تجميع رؤوس الوذر ونختصر وقت. كي كفو وصلنا الى قرية هنا. عندي هذه الالة الصراحة، والله ناس من وين جبتها ولكن عندي اياها. اوه في رونك بورتال بعد هنا، يمدينا اني اروح النذر على طول. حبست الفيلجر بسرعة وبعدها على طول بدت باني اتقايض معه.
وات يا عمي على طول شريت تطويرة اللوتينج 3 من الفيليجر وبعدها سويت لي انفل وايش نسمي السورد خلنا نسميه زورو بعد الحين صار عندنا فول ارمر ايرون فياب اتوقع ان الحين حان وقتنا نروح الى النذر ونجمع الرؤوس والاشياء اللي نحتاجها عشان نرسبن الوذر كان اتوقع في فلنت اند ستيل هنا ياب بوم وليتس جو اتس تايم تو جو تو ذا النذر الحين جاء الوقت عشان ندخل للعالم السفلي او عالم النذر اللي الصراحه كنت متوقع انه راح يكون عادي زي اي فيديو يعني ولكنك كنت غلطان احا يا عمي وات ياب شده حراره عالم النذر تخليني اعطش بشكل اسرع بكثير من العالم العادي ومو هنا المشكله اني ما اقدر اني احط مويه واشحن الغراش اللي عندي وهذا يعني اني لازم اكون مره اقتصادي بالمويه اللي عندي والله لازم اني حرفيا امشي هنا دقيقه انا اقدر اطير يا عمي ايش مسوي خوي هنا قلعة على طول في البداية قتلت بليز لاني اذا تحولت له بيساعدني كثير في النذر اوكي قتلنا بليز الحين نقدر نتحول لبليز بعد بس المهم دامنا الحين في النذر فيمدينا ان نقتل كل مبات النذر زي هذا المخلوق مثلا البيجمان والبيجلين اوه في هذاك المخلوق بعد اسف بس لازم اني اقتلك عشان اخلص التحدي قتلت بعد هذا البيجلين العصبي وبعدها لقيت غاست اوه كفو في غاست موت يا غاست أحا شوفوني يا عمي صرت دب وأقدر بعد الحين أن أطلق كرات دراغون بول بلعوا الحين كل اللي باقي علي هو أني أقتل الوذر سكيلتون عشان رؤوسهم وبكون صرح وياكم هذه المرة طولت لين ما طيحوا لي راس طولت كثير لدرجة أني اضطريت أني أشرب آخر غرشة ماي عندي أحا يا عمي هذا آخر ووتر بائل عندي ولازم أشرب عشان ما أعطش والله لازم أكون مرة حذر هنا إذا نقص الماي شوي ما رح أقدر أني أهيل كملت في قتل زيادة وذر سكيلتون إلين ما صار هذا الشيء الغريب وضف ذاك ليش تدمج من تحت بس يا عم ايش فيه اوه كفو ليتس جو اخيرا هذه حرفيا اطول فتره اخذتها وانا اجمع رؤوس في حياتي وللحين حتى ما حصلت كل الرؤوس اللي احتاجهم باقي للحين اجيب لي راس واحد ايش ذا ليتس جو واخيرا الراس الاخير احا يلا ليتس جو اخيرا راح نفتك من ذي القلعه هذه القلعه شفتها اليوم اكثر من ما شفت اهلي وصلت للمزرعه على اليوم 32 ولكن كان في شيء غريب المزارع ما كان هنا قعدت ادور لفتره ولكن بدون اي جدول المزارع حرفيا ما له اي اثر فقررت اني بقعد انتظره وبينما كنت انتظر سويت لي بوشن راح يساعدني في خطتي وبعد هذا اليوم بثمان ايام ياب في اليوم 40 اخيرا جاء هذا المزارع اي بتسوي اوه يا عمي واخيرا جيت وين كنت انت وين بكيت هسه ترسبنت في المزرعه وين باكي انت يا عمي صار لي اسبوع كامل في ذي المزرعه انت للحين ما جيت يا عمي موت انت ايش رحت تسوي انت كنت عارف انك راح تروح بمغامره ورحت سويت كرافتنج لهذا السيف عشان اساعدك شو رايك ايش ذا السيف اصلا اوه سمايت في يا عمي هذا السيف اتوقع انه مره قوي على الوذر صح يب بسلخ الواردن سلخ مو واردن يا عمي ذاود المهم نزلت مع هذا المزارع لكهف عشان نرسبن فيه الوذر ونقتله اوه والله هذا المكان حلو ايش رايك والله مكان كويس للموارد يعني اشتخل موارد يا عمي من رسبن واردن احنا طيب شوف هذا الوحش مره قوي فانتبه اوكي انت السيف اللي عندك يقدر يدمج كثير فحاول قدر الامكان انك تضربه ولكن لا تموت هو قوي صح هو قوي يب طيب اسمع ايش رايك تبادل السيوف لان دروع شوي قويه فتتحمل يعني اوكي هات شوف طيب المهم بوم يلا تعال شوف طلع صوت بصيح عليك يا عاد يلا استعد تعال يا واردن يا عمي شوف قاعد بضرب روس ايش هاب خل صديقي خل خويه وينك يا واردن بزبة اشرح كيف اقتله اضرب ايش لا كيف تقتله يلا يا عمي هذا هو هنا عندي اوكي قريب نزل اوكي صح تذكرت انا معي بو بسيط عليه هيك على السريع يا عمي معك بو طول الوقت يا عمي نسيت طيب اطلق عليه واصبر قاعد برمي علي روس ها 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 اي نيد فود كل احا بقى لي نص قلب قاعد بدور على دايمون تلحق قبل ما يلاقي شوف احا خلينا نسيب ايش كتب لي يلا وصلنا السلفه قاعد يموت شوف صار في حواليه هاله بيضه مات نايس كفو واخيرا والله بغينا نموت كثير يا عمي لولاي كان ما هزمته منيح انك جبتني صراحه اجي رسبة تعال لسه ما ماتش رسبة يا ذكي هذا انا شوف
زي ما شفتون قتلنا الوذر والحين خلص دور المزارع وجاء دوري في اني اسوي المقابل اللي طلبه هذا المزارع. يلا يلا نطلع يلا. طب استنى 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 وين طالع وين طالع استنى خليك خليك. انت حكيت لما نقتل الواردن في مقابل انك تعطيني الحصان النادر، وين راح؟ عندي فوق عندي، تعال تعال. كيف عندك فوق؟ تعال تعال تضحك علي قاعد وينه؟ ما قاعد اضحك عليك يا عمي، تعال مزرعتك وبقول بوريك بوريك، تعال تعال بس. طلعت مع هذا المزارع الى مزرعته والحين جاء وقت اني انفذ خطتي، الخطه اللي من اليوم التاسع وانا اخطط لها. اوكي يلا وصلنا المزرعه، وين الحصان؟ اسمع اسمع، هو عندي بس شوي بعيد. اوكي يعني بروح اجيبه يعني، ولكن شوي بعيد يا عمي. ايش شوي بعيد؟ تاخذني كمان مشوار يا عمي؟ انت ظن يا عمي، هدي هدي هدي، ما باخذك مشوار، ما انت الجيرل فرند. اسمع اسمع، هدي هدي، خذ هذه الملوخيه واشربها وكذا، ريح الى ما انا اروح اجيب. اوكي طب بحبش الملوخيه. ايش تحب؟ طيب ايش تحب؟ بحب الملوخيه مع ليمون، حط لي عليها ليمون. يا ليل يا عمي استنى كثير. اوكي تمام، روح جيب لي الحصان، انا حاس حالي شوي نعسان، بدي اروح انام شوي لحد بتجيب الحصان. طيب طيب يلا روح نام. متى راح تيجي؟ كذا اليوم اللي بعده على طول كذا راح ارجع يعني، يبا اقدر اروح اجيبه بسرعه اذا ركضت. اوكي اوكي راح استناك انا. ايش في ذا يا عمي؟ سريرك شكله درونك. هذا المشروب اللي عطيته للمزارع اسمه ذا سليبينج ملوخية، اول ما تشرب ذا البوشن راح تحس بالنعاس وما بيكون في اي شيء في بالك غير انك تنام. يا عمي اذا نام على طول تصبح على خير، تصبح على خير يا مزارع. يا عمي والله انه مسكين، تخيلوا كذا بعد ما يقعد من النوم يلاقي كل شيء سواه في حياته محترق. والله قدرت اني اقتل كثير حيوانات نادره من مزرعته ذا الغبي. لقيت شخص محتاج مساعده، فتعبت حالي وساعدته بمقابل بسيط. وبدل ما احصل هذا الاشي اللي انا بدي اياه، هذا اللي انا بحصله. اوكي تدرون ايش احسن شي ممكن اسوي بعد ما ادمر بيت واحد؟ ياب اني ابني لي بيت. بالمناسبة هذا البحر اللي هنا قاعد يعطيني فكرة مرة اسطورية، والفكرة هذه هو اني اسوي لي بيت تحت البحر، تحول كسمكة وبلاقي لي الحين مكان مناسب عشان اعيش فيه في هذا البحر كسمكة. بديت بني ادور عن كهف مائي مناسب عشان احوله لبيت لي، وفي النهاية استقريت بهذا الكهف. طيب شوفوا خلاص قررت، هذا راح يكون مدخل البيت وهنا راح يكون البيت. ما ادري الصراحه كيف راح اسويه، ولكن راح ادبر الوضع يعني. وبالمناسبه الهدف الوحيد من هذا البيت هو اني اسوي لي مخزن فيه، فاذا سويت لي مخزن بيكون الهدف من هذا البيت تم. طيب المهم خلنا نحط كل اغراضنا في هذا الصندوق حاليا، والحين حان وقت العمل. اوكي خلصت البيت وخلني اوريكم اياه. طبعا في البداية توصل لهنا عند هذا الشاطئ، وبعدها تتحول كسمكة، وبعدها تمشي بين الاعشاب لين ما تصل الى مدخل البيت. دم يا عمي مرة فخك. لا والله مسح الزفت يا عمي، ايش ذا؟ حرفيا بس خشب. طيب المهم هنا في افران،
لا حد يسألني كيف فران تحت هنا في الصالة زي ما تشوفون. طبعا يمدينا اني اجلس هنا واقعد احيل هذا اللي قاعدين يتهاوشون هنا. يلا يا ابيض فوز بس تخليه يقول عنك كذا. احا يا ازرق كيف تخليه يقول كذا عن العيلة؟ قوم عطى عطى كاف يا عم. طيب فهمت الفكرة. هنا في باب راح يوصلك الى مخزن. طبعا هذا هو حرفيا السبب اللي بنيت البيت عشانه. لا تسألون ليش في باب هنا حرفيا ما من جد فايدة ولكن ما حد مهتم. هنا في مخرج. هنا عندنا مخرج ثاني. ليش في مخارج كثيرة من الباب يا عمي لهالدرجة البيت زي. والحين بعد ما سويت البيت حان الوقت ان اجيب لي صديق. انا كل هذه الفترة اللي انا عايشها لحد الحين عشتها بروحي بدون اي شخص يوقف جنبي وساعدني لما احتاجه، وانا اعرف الشخص المناسب عشان ياخذ هذه المهمة. طبعا اي متابع قديم راح يتذكر هذا الفيديو اللي صنعت فيه الرجل ثلجي. رجل ثلجي كان كل مرة حرفيا يموت عشاني، والرجل الثلجي اللي اتكلم عنه هذا هو ابوج. هذا الرجل الثلجي كان صديق حقيقي، انقتل دفاعا عني مرات كثيرة، والحين وبعد سنة كاملة من آخر مرة شفته حان الوقت أني أرسبنا مرة ثانية. أحتاج بايوم ثلج. بايوم ثلج. بدأت بأني أبحث عن بايوم ثلج وسرعان ما لقيته لأنه كان جنبي حرفيا. بايوم ثلج let's go. بالمناسبة للحين في كم من موب ما قتلتهم في بايوم الثلج، زي مثلا الدب القطبي، الستري، ولد عم أبوجه الانسكيور. فبدأت بأني أبحث عن هذه المخلوقات في البداية. أوه دب قطبي. قطبي يحب الناس واللمة. ليش تهجم قطبي يا عم؟ ايش فيك؟ وين شهاب؟ طيب علمني وين باندا. بعد لو علمتني وين باندا ما راح اقتلك. جواب غير مقنع. موت موت الكم. ها يا عمي ما عندك ام، راح تبقى عايش للابد بروحك والحياه راح تعلمك الصعوبات. الزبده قدرت بعد اني اقتل ارنب. الكم قال الارنب لا امه اسمحي لي روح العب ماما. قالت له لا يا ماما. ستري موت. يايي موت يا ستري. حصلت الايدنتيتي حقت ستري. طيب المهم احتاج بامبكن. بامبكن ليتس جو. المهم الحين راح ارسبن شخص عزيز على قلبي. الشخص اللي برسبنه الحين حرفيا ضحالي بكثير اشياء بدون مزح، حرفيا مات اكثر من مره عشاني. ابو وجه. دقيقه، ما هذا مو ابو وجه، هذا هو ابو وجه. اسف لاني طولت عليك يا ابو وجه، والله اني اسف، والله ما كان قصدي. لا تطالعني كذا يا يا عمي اسف. طيب بس ده مو ابو وجه يا عمي، انا ابو وجه ليتس جو. بالمناسبه هذا ما كان ابو وجه، هذا كان ولد عم الانسكيور. ابو وجه الحقيقي الحين راح ارسبنه. حان الوقت ان نرسبن ابو وجه. ابو وجه ترسبن يا ابو وجه. ابو وجه اسف عشان خليتك تموت مرات كثيره في هذاك الفيديو. ايش ايش قلت يا ابو وجه؟ ايش يا عم البيت؟ والله ما يغلى عليك شيء يا ابو وجه، ابني لك قصر لو بغيت بعد. المهم واخيرا وبعد سنة كاملة من هذاك الفيديو راح اسميك يا ابو وجه، وصدقني في هذا الفيديو ما راح تموت ولا مرة واحدة. يا عمي لا تطالعني كذا، لا تخليني اصير حزين. والله راح اسوي كل شيء لهذه العيون. والله راح اسوي اي شيء لهذه العيون يا ابو وجه، بس عيش لا تموت. عندك كل هذا البيت عشان تعيش فيه، ف ياب يعني لا تموت. عطيت ابو وجه الاشياء الاساسيه اللي يحتاجها عشان يعيش، والحين وصلنا الى اليوم 50، اليوم اللي لازم اتقابل فيه مع رجل الكهف. اوكي وصلت للكهف. هيبورة وينك؟ الحين اليوم 51، المفروض انه يكون رجع. ف هيبورة هذه الخريطه. وات وين ذا؟ كان المفروض نتقابل قبل يوم من هذا اليوم اصلا، فليش متاخر؟ هذا الرجل الكهفي بعد تاخر زي ما سوى هذاك المزارع، ولكني قررت اني استغل الوقت وبدل ما انتظره وانا ما اسوي شيء، اسوي لي فول ارمر دايموند بينما هو يرجع، ولكن حتى بعد ما سويت لي فول ارمر، رجل الكهف للحين ما رجع، فكملت في تجميع الدايموند الين ما وصلنا لليوم 58، او اليوم اللي رجع فيه رجل الكهف. اوه يوسف انت هنا؟ هيبورة؟ هيبورة اخيرا جيت. ايش تبي ذا؟ وينك يا عمي يا حمار؟ ذا انا. شوف 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 اتس مي. دقيقه انت ليش تاخرت لهالدرجه يا عمي؟ صار لنا اسبوع كامل زياده من الوقت اللي قلنا ان نتقابل فيه. كان عندي اجتماعات وكذا.
طيب ايش جبت؟ ايش هذه المخلوقات؟ اول شيء عندك تعال هدوء لا تقتله احتاجه. عندك اول شيء سكويدين والدولفين ابن اقتله هو الاول. ايش قاعد يضربني؟ طيب 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 دول اول ثلاثه. عندك كمان بيضة سلحفة عشان ترسبنها. لازم انتظرها تفقس. ايش ذا؟ عادي. طيب في كمان هذا بفرفش سلمون كود سل شو اسمه الضفدع غير ناضج والتروبيكال فيش. قتلت الحيوانات اللي جابها لهايبر اللي هي عبارة عن كل المخلوقات المائية والبرمائية، ولكن الحين جاء دوري عشان ارد المقابل لهذا الشخص. وزي ما تعرفون انا حركت المكان اللي لازم اخذ منه خريطة. يا عمي شوفها قاعد تركض. وين بقى وين باقي الخريطة؟ ايش اللي خريطتي الصراحة نسيت، بس يعني هذا الحين صراحة مكان يا عمي تعال لا تصيح عادي ترى الحياة كذا. يمديك تجيبها؟ يمديني، بس هذا الصراحة مرة بعيدة صارت. وبالمناسبة انا لاحظت ان في مكان للواردن هنا نقدر نقتله. ما هي بالمناسبة ما لها دخل في بعض يا عمي. المهم خليك كمل هذه المناسبة اول. يا عمي مرة بعيد والله مرة بعيد. طيب بس انا رحت بعيد عشان اجيب التورتل و طيب اسمع اسمع عندي عرض عندي عرض. عرض ايش؟ ما بدي اتابع مسلسل الحين. لاحظت انا ان في مكان هنا اللي هو المكان اللي يرسبن في الواردن، فانت استكشفته؟ لا بس وين خريطتي اول؟ عنده خريطة هو؟ ياب ياب انا رحت لهذاك المكان ورسبن الواردن وكذا هددني قال لي انه لو ما تعطيني الخريطة حقت المزارع راح اقطع عليك، فانا ما كان عندي خيار ثاني غير اني اعطيه يعني فهمت؟ الواردن عنده الخريطة؟ يا شرير تعال. طيب شوف انا بساعدك عشان نقتل الواردن وناخذ الخريطة منه، وبعدين تقدر انك تاخذ الخرايط وتكمل هذا المكان. اوكي طيب متأكد انه بنرجع الخريطة اذا قتلناه؟ يا عمي متأكد؟ ايش يا عمي باقها من عندي كذا حرفيا. قال لي شوف 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 قال لي اه يوسف عطني الخريطة، بعدين انا قلت له لا طيب اسف اسف خذ الخريطة، اعتبرها خريطة هذا. بعدين اقول واه ها ها يلا خلني بروح. الزبدة رجل الكهف الغبي هذا صدق القصة اللي قلتها بطريقة ما. والحين اثنيننا راح نروح عشان نقتل الواردن، ولكن للأسف مو جاهزين. الواردن مرة قوي ويحتاج دروع أقوى من كذا بكثير، ففي البداية سويت للرجل الكهف فول دايموند آرمر بالدايموند اللي جمعته لما كنت قاعد انتظره. بوم 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 وبوم سكار. طيب بس اذا ما تعرف الواردن هو حرفيا اقوى مخلوق موجود في اللعبة، فهذا الدروع اللي احنا فيها حرفيا ما راح تكون بفايدة قدامه، فلازم الحين انا نخليها اقوى. تعرف كيف؟ لا لازم نطورها بروتكشن اي في. كيف نطورها بروتكشن اي في؟ بان نتبع هذا التايم لابس. ايش 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 اسمع، انت تعرف الواردن مره قوي واصلا بدي ادعسه كذا بدي اقتله ما اعطيه امل. طيب ليش؟ او صح عشان صراحه عشان الخريطة. ايش يعني ما هو سبب كويس؟ الا كيف يتجرى كل يلا ايش 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 بنسوي فيه؟ ايش هو المكان؟ في مكان ايش دراك في مكان وانا استكشف العالم مره رهيب. في افخاخ وكذا وفيه صندوق فيه كتير جولدن أبلز مطورة. أيوة فبدنا نروح نستكشفه عشان ناخد الجولدن كل زق. بدنا نروح نستكشفه عشان شو المكان؟ طيب جولدن أبلز مطورة. شو أمك تتجسس أنت كمان؟ رجل الكهف واضح إنه ما كان عارف يشرح، فخلني بشرح لكم أنا. بكل بساطة رجل الكهف خلال مغامراته اكتشف كثير أماكن نادرة وحلوة، وواحد من هذه الأماكن كان في كثير جولدن أبلز مطورة. فالزبدة اتبعت رجل الكهف إلين ما وصلنا إلى المكان. أوه
هذاك هو؟ ياب تعال اسمع اسمع ندخل له بدون ما ينتبهوا الحراس. اوت في حراس؟ ياب 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 هذا المكان زي ما تشوفون مليان بالحراس اللي راح يقتلونك بدون اي تردد لو شافوا، فلازم ان نكون مرة حذرين. ما نقدر ندخل من البوابة يا غبي. اوكي اوكي يلا من فوق من فوق. يلا يلا من فوق من فوق. ماشي يا حمار يا حمار. اوه هيت صوت مو موجودين. اوه برهم برهم يلا نستغل الفرصة. اوه تعال تعال نحل ذا اللغز. فزنا. اوه ليتس جو فتح. اوه ايش اوه كفو يا عمي والله جد في كثير جولد ابل مطوره. والله بالصراحه مره خايف اني يجون هنا ويلاقوننا بقفل مكان. اوكي طيب انتبه انتبه. اوكي من الحراس حارس 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 اهرب اهرب. لا لا يا غبي لا 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 هذا اسمه ديسبنسر. طيب مش بودو. اوكي زي ما شفتون كنت على بعد شعره من الموت، ولكن الحمد لله بطريقه ما قدرنا نتخطى كل الحراس ونوصل للجست اللي نبيه. اها فل 15 جولدن ابل. يا عم حارس كل يا اخي في حراس. والحين صار عندنا ثروه تقدر بحوالي 20 جولدن ابل مطوره اللي تعتبر كفايه عشان نقتل واردن واحد، ولكن بما اننا اوردي في جنجل قررت اني اقتل كم من مخلوق قبل ما اطلع. اوه باندا يا عم ايش قاعد يسوي ذا؟ قاعد يهرب. باندا ايش قاعد تسوي؟ تعال يا قوتي ايش قاعد يسوي؟ وين شهاب؟ قاعد يتدحرج دايل بس شهاب. وقدرت اني اقتل باروت واسلوت بعد، ولكن الحين جاء وقت قتال الواردن. طيب هاي باراي ما نبي نرسب الواردن من الحين. اوكي لازم نمشي بهدوء، خلنا نوصل لنص المكان بعدين نرسب الواردن. اوكي 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 اسمع يوسف انتبه ترى لو صدرت اي صوت بس لو سويت ان شيفت احتمال انه الواردن. لا يا حمار لا ممكن نتاكد انه الواردن مفا. يا خبي ايش كانت جولدن ابل بس. لا يا حمار روح هاجم انت انا خايف. اوه ماي جاد ما قاعد اشوف شيء. هايبر لا تفرق. هايبر لا تفرق وينك؟ اي دونت كير انا تفرقت. بطلق عليه من بعيد. القم القم يا دب يا نتن. انا ما اقدر اشوف هايبر. في واحد ثاني من متى يقدر؟ لا مو كذا يا حمار مش بهدوء بهدوء. الحمد لله. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. اوه اكلت جولدن ابل. اسمع تعال نص اللافا نص اللافا. ايش وينك انت؟ والله ما اقدر اشوف اي شيء يا عمي. في اثنين في اللافا. انا بموت على نص قلب. طيب بسحب واحد عندي بسحب واحد عندي. جولدن ابل مطوره. اسمع بهرب لبعيد. انا بروح على واحد وانت على الثاني. انت بنت بس امسك شيلد امسك شيلد. قلت جولدن ابل مطوره بالبو. ايش قاعد يلحقني انا؟ قاعد يجري. موت. هاي بوره بالبو هاي بوره اضربه بالبو هاي بوره هاي بوره. والله مره قوي. ما مات. انتبه 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 انا ما قاعد اشوف شيء. هايبر هايبر هايبر. ولا انا ولا انا بس هو قاعد يلحقني انا. هايبر قاعد اضربه هايبر قاعد اضربه. انقذني. ما 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 يهاجمني ما يهاجمني. انتبه يا حمار. لا تدري جولد رب العاديه جولد رب العاديه. في واحد ثالث. احلف. هايبر هايبر انا جنبك اضربه اضربه. كل 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 جولد ابل كل جولد ابل. قاعد اكل. اح والله مره قوي والله انه مره قوي. ادري وينه. مات مات. اوه وين ثاني وين ثاني استنى اسمع 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 واحد ثاني. كل زق يا شريكه لكم انا اشرب واحد ثاني. زي ما شفتون واخيرا قدرنا نقتل اخطر مخلوق في اللعبه، والحين البوس الوحيد اللي باقي علي اني اقتله هو التنين. ولكن قبل ما نروح لقتل باقي المخلوقات اللي علي لازم اني اوفي بوعدي لرجل الكهف. طيب يلا هايبر مستعد عند الخريطه. ها ليتس جو. ايش في ايش ايش ليش مو ليش ما فيك البيت؟ استهبل استهبل الواردن خرب الخريطة. والله كنت عارف انه لما ياكلها بتخرب. حيوان كل ذاك على الفاضي. الخطة زي ما شفتون كانت ماشية بالضبط زي اللي خططت لها. مشيت عليه قصة ان الواردن هو اللي اكل الخريطة، ومشيت عليه بعد قصة ان الخريطة خربت. والصراحة فكرت انه خلاص راح يستسلم من انه يجيب هذه الخريطة وراح يسوي خرائط لاماكن ثانية او شيء، ولكن للاسف هذه المرة كنت غلطان. يا عمي تدري دامها كذا تعال نروح مع بعض المكان ماني خايف. بعيد والله بعيد بعيد. لا 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 يا عمي متأكد؟ متأكد يا والله مرة بعيد بياخذ. طيب طيب يلا خلنا نروح. لولا اصرار رجل الكهف علي ما كنت راح اروح للمزرعه واوري اللي صار لها، ولكني هذه المره اضطريت اني اوديه. والله تعبت من المشي. ما عليك مره قربنا ترى. اوكي وصلنا شيت.
هايبر I'm sorry والله آسف اضطريت ما قدرت أسوي شيء والله آسف هايبر Let's go I am back to you Mr. Abuaj ايش الاخبار يا عمي ان شاء الله زين المهم الحين بعد ما خدعت رجل الكهف عشان يجيب لي كل هذه المبات باقي لنا كم من موب لازم نقتله وبعدها بنكون خلصنا من التحدي وبعد هذه المبات هي الرافيجر الفيكس والايفوكر اللي كلهم اقدر اني اقتلهم لو بديت ريد في قريه ولكن عشان ابدا ريد في قريه احتاج في البدايه اني احصل على افكت الباد اومن اللي اقدر اني احصله بس من البيلجرز اللي يرسبنون في اوقات عشوائيه حرفيا فما عندي شيء اقدر اسويه الحين غير اني انتظر الى ما يرسبنون بيلجرز الزبدة قعدت ألعب مع أبواج إلين ما يرسبنون البيلجرز ولكن بعد ما طفت 3 أيام بدون ما يرسبنون خلص صبري فقررت أني أروح أدور عن بيلجر أوتبوست أوكي ماني متأكد ولكن أتوقع أني شفت بيلجر أوتبوست في مكان في هذه الجهة رح أقعد أمشي وإن شاء الله أني ألاقي في وقت من الأوقات فقعدت أدور ولقيت واحد بعدها بيوم بيلجر أوتبوست Let's go أوكي أحتاج أني أتحول لشي قوي أوه واردن يا عمي نسيت أني أقدر تحول لواردن بوم القم والله الواردن مره معضل ايش ذا قدرت اني اجيب افكت الباد اومن بنجاح وجنب هذا البيلجر اوتبوست كانت موجوده القريه اللي استخدمتها انا وهايبر فعشان ارد الجميل للفيلجرز اللي استقبلونا قبل قررت اني ابدا رد في قريتهم طيب راح اتحول الى ايرون جولم عشان قاتل اوه هذول هم بدوا اهم شيء لازم اقتله في هذا الريد هو الرافيجر داي موت كلكم يلا 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 الرد الثاني الرد الثاني يلا يا عمي متى برسبن الرافيجر موت انت والله ايرون جولم يحمي القريه لان يبعد من يقترب منها يا عمي والله مره مزعج اني اشرب ماير كل شوي احا جاي من هناك امشي ابيه الرافيجر وينه اوه الرافيجر موت انتوا الحين ما ابي الرافيجر بس احا جا موت 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 يا رافيجر يمديني عليه كفو يمديني أن أتحول لرافيجر الحين والله let's go بكمل الريد كرافيجر يا عمي قاعد استخدم قوتهم عليهم هذولهم والله الرافيجر معضل مرة الحين بس لازم أكمل الريد وبعدين خلاص لا تقتل فيلجرز لأني ما مهتم فيهم بس بعد لا تقتلهم أوه جابوا رافيجر ثاني تعال رافيجر ضد رافيجر لكم تعال 1v1 رجال ايش ذا مره معطلين لا بموت احتاج اشرب بعد عشان اهيل موت ايش ذا مره معطلين ايش ذا احا يا عمي موتوا خلاص موتوا احا ثاني واحد ينكسر يا عمي كل قدره بالمطوره بس ماني مهتم والله زعجته امي خلاص موت انت موت وكذا نكون صرنا the hero of the village let's go رغم انه ما في فيليجرز باقيين عمي كلهم ماتوا اتوقع ود والحين كل المخلوقات اللي باقي علي اني اقتلها موجوده في الان اللي هم الشالكر والتنين وانا اوردي مجمع بليزرود واندر بير من لما كنت في النذر فيمدينا الحين اني اروح للاند على طول هلا والله بالبيت الجميل للمره الثانيه بوم جيب 13 اي اوف اندر خلنا نشوف اي جهه تروح الى هذيك الجهه الزبده وصلت للسترونج هولد في اليوم التسعين او وات يا عمي رجعت الاندر بيرل واخيرا يا عمي اوه هنا اوه هذا السترونج هولد هنا يلا لازم علي بس انا الاقي البوابه وخلاص ادخل الاند وقت المبات الباقيه وبعدين اخلص من ذا التحدي اوه هذه هي ليتس جو اوه بعد نقدر يبدينا نقتل السيلفر فيش هنا طيب يلا خلنا نفعل بوابه الاند يا مدير بوم دخلت للاند عشان ابدا قتال التنين اللي راح يكون مره سهل بفضل قدره الطيران اللي عندي وبالمناسبه تدرون ايش قد قدره الطيران او بي في الاند كذا حرفيا طيب المهم يا عمي مديني كذا ايش في يا عمي ليش تدمجك طيب بطلق عليهم بالبو كذا فجرت كل الكريستالات في اقل من 5 دقائق حرفيا والحين جاء وقت قتال التنين نفسه بس يا عمي بهالسهوله الحين نقدر نقتل اندر دراجون موت يا اندر دراجون يا ضعيف ايش الضعف قتلتك كله بالبو
إيزي. الحين بعد ما قتلنا التنين جاء الوقت عشان نقتل آخر مخلوق إلا هو الشالكر. هذيك البوابة اللي لازم ندخلها. الحين كل اللي أحتاج أني أسويه هو أني ألاقي إنت سيتي وأقتل المخلوقات اللي فيها إلا هو الشالكر بكل بساطة. يعني ما توقع أنه في شي ثاني غير الشالكر باقي. أوه هلا والله بالإنت سيتي يا عمي. في سفينة بعد من أن أروح أخذ هذا الإليترا. طيب كل اللي احتاجه هو اني اقتل الشالكر واحد بس، فانت موت يا مدير. وكذا زي ما تشوفون قدرنا نقتل كل المخلوقات حرفيا. قتلنا كل المبات البرية البحرية البرمائية المبات اللي تطير وبعد كل البوسات. فالحين نقدر نكمل باقي الايام جنب بيتي مع ابوج وانا مرتاح، او هذا هو اللي كان المفروض انه يصير. طيب المهم الحين حان الوقت ان نروح ناخذ الاليترا. طيب في البداية خلنا نشوف دم يا عم. والله جو فقدتهم يا عمي لنا دروعي مكسره. هي يمدينا اني اسوي لي بنطلون بهذا الدايموند لجاني، والتشست بليت جاني بروتكشن اي في يا عمي. والله اني احب جزات الاند. وفي بعد هنا اغراض حلوه. ليتس جو. والحين حان وقت ان ناخذ الاليترا. يوسف هايبر، في شيء لازم اقوله لك. ايش جابك هنا؟ ايش تقوله لي؟ صراحه فكرت في الـ في الـ في الشيء اللي انت بدك تسويه، واكتشفت ان هدفك مره نبيل، فبدي اساعدك تجمع الحيوانات. يا عمي تاك جاي متاخر، اوردي جمعت كل شيء حرفيا، جمعت كل البوسات وكل المبات العاديه. يا عمي ايش في؟ متاكد؟ يب متاكد. ايش في بعد؟ في موب نسيته. اشو؟ ما نسيت شيء، متأكد. حصان الزومبي. الحصان الزومبي ما توقع يمدينا حصله أصلا يا عمي. هو يمدينا حصله؟ يب يا عمي أكيد، أنت من جدك سحبت عليه. تعال تبعني عندي إياه. الصراحة شكيت في تصرفات الرجل الكهفي هذه المرة. بعد كل اللي سويته فيه جاينا هنا للأند عشان يساعدني في هدفي؟ أكيد لا، في شيء قاعد يخطط له رجل الكهف هذا. ولكني قررت أني أتبع في كل الأحوال، لأن حتى لو مثلا بغى يقدر فيني أو شيء، هو حرفيا ما عنده دروع، أقدر أقتله بضربتين. فاتبعته إلى ما مشاني حوالي 10,000 بلوكة، وأنا هنا قررت أني خلاص ما ابي اتبع زياده. يا عم وقف، انت وين قاعد توديني اصلا؟ تعال كمل. وقف، اسمع انت يا ضعيف، ترى ما عندك دروع، ضربه واحده بهذا الباو تموت. قول لي انت وين قاعد توديني بالضبط؟ اخيرا اجت اللحظه اللي بنتقم فيها منك وللمزارع منك. اوه شيت، كان المفروض اتوقع كذا من اول. تهاجمني يا كلب؟ تعال، ليس لديك امل قدامي. كيف جبت كل الاشياء؟ ايش سويت فيني يا عمي؟ ايش ذا؟ طيب يا عمي موت، بعد كل ذا ما راح اخليك تقتلني بهالسهولة يا غبي. مو عشان يا عمي وقف ترمي علي اشياء. والله ما تفوز، بعد كل اللي سويته ما ممكن اخليه يفوز بهالسهولة. أحا دروع وأغراض رجل الكهف كانت أقوى مني بمراحل، فقررت أني أستعين بقدرة ضده. تدري شي؟ يمديني أطير القم يا عمي. ما يمديني أمسكك بالبول حين. Just kidding. What the fuck؟ كيف كذا؟ إيش ذا يا عمي؟ هذا فكر في كل شي حرفيا. أحا القم. لا وطحت. كيف كذا؟ تعال. اوكي يعني ما يمدينا اطير، ايش يمدينا بعد اسوي؟ اوه جت الفكرة. اوه ماي جاد. ايش ذا؟ يا عمي القم، ما يمديك توصل لي كذا. احا يا عمي دمج كثير. اوكي ما اقدر اطير، انفجار الكريبر ما يسوي فيه شيء. ايش ذا؟ والبو حقه مرة قوي بعد، ودروعه قوية. تعال. موت. احا. تعال. اوه في بحر، جت الفكرة. يا عمي وتحول كسمكة. القم، انا اسرع منه في البحر عشان اقدر اعيش كسمكة. تعال. ايش؟ احا يا عمي عندي سبونج. وات؟ والله بتموت. ما اقدر خلني في حالي، ما اقدر حتى اني اعيش كسمكة ضده. ايش ذا؟ بهرب في الجبال، بهرب في الجبال، ما عندي شي ثاني اقدر اسويه. اح او ماي جاد. كيف كذا مرة قوي. او ماي جاد. حتى يقدر يهرب في اي وقت يبيه يا عمي. تدري شي؟ تعال 1v1 رجال يا عمي، خلاص ما يهمني. تعال. خلاص اسمع، وقف. هدنا. بعد ما
بعد كل ده. ياب ياب بسمع والله اسف والله اسف عشان سويت فيكم كذا والله غصبا عني ترى ايش يعني اقدر اسوي غير عشان اوصل حق هدفي يعني. طيب شيل كل دروعك بس عشان اعرف انك ما بتقدرني. فاك فاك خلاص خلاص ها خذ. طيب خلاص انت فايز بس ابي اعرف كيف سويت كل هذا يا عمي الحين كيف جيت من عند المزارع الى هذا المكان صرت بهالقوة. القصة طويلة شوي. بعد ما تركتني لحالي في المزرعة وهربت انا ما كنت ادري ليش انت كنت تسوي كل ده. كنت للحين مو فاهم ايش قاعد يصير. كل اللي كنت افكر فيه هو ايش صار في المزارع وايش سوالك عشان يستحق كل ده. صح ان كان بيني وبينها عداوة في الماضي لكن للحين ما اشوف انه سوى شيء كبير لهالدرجة عشان يستحق كل ده. فقررت اني استجمع شجاعتي وامشي داخل حطام المزرعة. ولما وصلت داخل كان كل شيء مدمر وما فيه ولا شيء نجا من الدمار اللي صار. ما عدا شيء واحد، المزارع هو الشخص الوحيد اللي كان موجود هنا. لما لقيته كان مبين عليه الندم والحزن. كان نادم جدا بسبب انه قرر يثق في شخص غريب زيك. وبعد ما حكالي اللي صار وكيف انت دمرت حلمه ومزرعته اللي صار له سنوات يشتغل عليها، انا هنا اكتشفت انك مجرد شخص استغلالي مهمه ايش راح يصير للناس ويفكر بس بمصلحته. بعد ما حكالي المزارع قصته انا اقترحت عليه اني اساعده عشان ناخذ انتقامنا منك. كنت مستعد اني اسوي اي شيء عشان ما يضيع حقي وحق المزارع، لكن المزارع بطبيعته المزارعيه كان جبان. بعد كل اللي انت سويته لهذا المزارع لساته متردد انه يروح ينتقم منه. وبعد ما سمعت قرار المزارع بانه راح يتقبل الواقع ويبدا حياته من الصفر انا خلاص سئمت منه ومن طريقه تفكيره. فقررت اني اعدم المزارع بيدي واخذ حقي منك بنفسي. وخلال الايام اللي كنت فيها لوحدي كنت اشتغل على اني اجيب دروع قويه واطور من نفسي في الفنون القتاليه. حيا هو ها ها ها. وبعد ما وصلت للمستوى اللي انا راضي فيه كنت داري انك راح تروح الاند عشان تقتل اخر بوس، فسبقتك للاند واستنيتك الين قابلتك في السفينه. وكل هذا يوصلنا لهذه اللحظه. طيب اسمع صراحة ما ادري كيف ممكن اني اعتذر عن الشيء اللي سويته ولكن كان غصبا عني. صح ان انا كنت الغلطان في هذا الشيء ولكن للحين انا جاي بس عشان اسوي هدفي. يا عمي صار دب موت. لا جيب اغراضي يفكرني اني بموت بهالسهولة على الرغم من انه اللي ساعدني عشان اقتل واردن. بس شكله ما اتوقع ان انا راح اتحول لواردن الغبي. يا عمي نسيت انه يقدر يتحول لواردن. القم. او ماي جاد نسيت ان عنده هذا الشيء. لا 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 بموت. والله الواردن مره قوي. تعال. او ماي جاد او ماي جاد الكم قاعد اشوفك. او لا لا او ماي جاد او ماي جاد راح تموت اليوم يعني راح تموت. لا 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 او ماي جاد لازم نشيل. لا يضرب من ورا الشيء. الكم موت. لا 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 او ماي جاد وين راح بسرعه. لا بس كيف انه يهرب. او ماي جاد كنت مره قريب اني اموت. او ماي جاد بده يحمي قريه. حتى الايرون جولم قوي ويقدر يستحمل ضرباتك بالمناسبه. تعال مره ثانيه. احا صدتك في الهواء. والله عندي مخلوقات مره قويه انا يمدينا ان اقتله بكل سهوله بس بس يهرب. يا عمي صار تعال طيب تعال يمدينا اتحول ليوي واقتله. تدري اني يمديني اطير للابد. احا طيب هذه فكره مو زينه. فكره مو زينه. I need warden. آه! Boot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Boot. كلب بس يهرب. Oh my god يا أني طرت لفوق. يا عمي وقف. تعال. يا عمي. قدرت أعيش. إيش دل إيش قاعد يصير أنا قاعد أحلم. كفو ديايا. والله بهرب لهذا الجهة أنا أحسن لي. تعال شفتك. طيب تدري؟ أنت غبي دامك جيت هنا أن أنا أقدر أتحول لواردن مرة ثانية وأصيرك بكل سهولة هنا. بكسر لك حذائك. تعبت. ايش ذا دروعي مرة راحت فيها. ابي هدنة برادر. ايش اللي هدنة خلاص ما في هدنة بعد كل ذا. هدنة. طيب تبي هدنة خلاص وقف. ارمي كل اغراضك زي ما سويت لي. ارمي السيف والشيلد. ارمي السيف والشيلد. اوكي. ارمي حتى السبي جلاس. ليش لا تهرب. تعال قدم ما ثق فيك. خلي اعيش. عطني سبب واحد عشان اخليك تعيش. ما تستحق. انت حاولت تقتلني. بعد كل اللي سويته لك ما عندك ذرة شفقة. انا تعبت كثير في هذا العالم. لفيت العالم كله عشان اسوي خريطة عشان افيد الناس اللي زيك لما يجون سياحة. في الاخير بدك تقتلني. انا
ما سويت شيء غلط. مو سبب مقنع. ما عندك ذرة شفقة، ما عندك أبناء،